السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحب بكم في قناة موبل إلكترونيك دايكنوستيك لصيانة السيارات وبرمجة السيارات. اليوم لدينا فورد مستانغ 2013، طبعا من 2009 7 و8 9 و10 كله نفس النوع والموديل. عندنا السيارة موجودة هنا كما ترونه الآن أمامكم، سيارة جميلة ذات خطوط حمراء. صاحب هذه السيارة يريد أن يصنع مفتاح إزبير للسيارة، والمفتاح الإزبير يا جماعة هو عبارة عن راحة البال. أنصح كل الإخوة والمشاهدين شاركوا وعملوا شير، ولو عندك أي سؤال ممكن تسأل، أنا بحاول بقدر الإمكان أجاوب للأسئلة اللي أنا أقدر بعرفه، وإذا ما عرفت، إذا أنا ما قدرت أو ما أستطيع أجاوب للسؤال، إن شاء الله أنا وإنت نبحث عن الإجابة للمشاكل بتاعت السيارات بتاعتنا. طيب، أي إنسان عنده سيارة بنصح أنه يكون عندك مفتاح إزبير. ليه؟ لأنه بيحلك من مشاكل كتير. أول، النسي موجود مع الناس، وبرضو في بعض الأحيان السيارة ذاتها بتجيها مشكلة أنه بيفقد الذاكرة من المفتاح، فأنت بتجي وبتقول ربما السيارة خربانة أو السيارة فيها مشكلة، فبتمشي وبتغير طرمبة البنزين وبتغير الفيوزات والريتنزات، حتى الكمبيوتر ممكن تغيره على فهم انه الكمبيوتر بايظ، لكن بتجد انه كان المشكلة انه السيارة نسيت الميموري او الذاكرة بتاعت المفتاح. فلو عندك اثنين مفتاح، قبل ما تدخل وتنادي الميكانيكي وتبحث عن يعني كيفية التصليح او كده، لو عندك مفتاح إزبير جرب المفتاح الإزبير والمشكلة هتنتهي. فدي بعض النصائح للناس اللي عنده مفاتيح اثنين، لو عندك مشكلة حاول جرب المفتاح الإزبير اللي عندك في البيت. إذا وجدت أنه ما بيشتغل، بعد ده ممكن تذهب وتتصل بالميكانيكي بتاعك أو تعمل توينج للسيارة الميكانيكي عشان يصلحه لك. الخطوة الثانية عندنا اليوم عايز أوريكم أو نكون سويا خطوة بخطوة كيف نبرمج ونضيف مفتاح للسيارة اللي من قبل كده أو هو عنده مفتاح إزبير. طيب، السيارة دي استكشف، والفرق بين الاستكشف والأوتوماتيك أنه الاستكشف أنت بتستعمل يدك أو بتستعمل أوتوماتيك، أنت اللي بتحول اللي هو التحويل الجيرز من سرعة عالية لأقل أو لقوة أكثر، مثلا من 1 لـ 2 لـ 3 لـ 4 لـ 5، أنت التي تتحكم بسرعة السيارة بتغيير يعني حوامات السرعة. أما الأوتوماتيك، الكمبيوتر الموجود داخل السيارة سواء كان داخل الكبوت أو سواء كان داخل الجيربوكس الجير بوكس، هو اللي بيتحكم على تغيير التروس من أعلى لأقل ومن أقل لأعلى بناء على ضغطك للبنزين أو قيادتك. طيب، عندنا مفتاح، هذا المفتاح بدور السيارة، نضغط على الكلتش. طبعا ده عربية استكشف، لازم تضغط على الكلتش الشديد. أنا بعيد من الكرسي بعيد شوية، فأنا نضغط على الكلتش. السيارة دارت، فتحت الإجنيشن، طلعته، ركبت المفتاح تاني، بفتح السويتش، يوجد علامة طبلة، شايفين هذه الطبلة حيطفي، إذا اختفت معناته المفتاح جيد. طيب، إذا أنا أخذت المفتاح الجديد ووضعته في الخزنة وفتحته، ترى أن
اللمبة الحمراء ترجف أو تطفي وتولي بسرعة بيدل على أنه ما في الرقم السري ما موافق. طيب نعمل شنو؟ لازم نبرمجه، لازم نعرف أو ننزل الكتابة الموجودة ونعرف. بنستعمل شنو؟ أنا بستعمل جهاز بيسمى جهاز أوتيل. الجهاز الأوتيل أو الماكسي 6 صنعته شركة أوتيل، ودي ماكسي 6 وعنده أنواع كثيرة. أنت ممكن تستعمله للفحص ولبرمجة المفاتيح. الآن أنا نزلت الجهاز لكن ما شعرت بأي بيب هنا، فخليني أرجع للفحص. لازم يكون هنا أخضر، وواحد من ديل برضو أخضر. أنا بعمل أكسبت. خليني أوقف طبعا ده مركبين جهاز زي الآيباد، لكن فوق كل الأبليكيشنز من التكييف للصور لكل الحاجات اللي انت عندك بتنزله وبيشتغل معاك لو عندك انترنت. طيب انا خليني نرجع للمهم. نعم اتصل بالفين نمبر. طبعا هنا التكييف او الهيت، وانا دار اوقفه. طيب نمشي للأوتو ديتكت. دارين نقرأ الفين نمبر. هنا الفين نمبر، نقول كويس هذا هو الفين. الخطوة الثانية، هل هي سمارت؟ هل هو السمارت بيقصد به أنه هل السيارة مثلا فيها نوع من المفاتيح اللي بيكون دائما المفتاح في جيبك، انت عليك انك تقترب الى السيارة والابواب تفتح والسيارة بتدور، يعني هي عبارة عن ضغط على الزرارة. اما البليد هو زي السكين او السيف بتدخله في الخزنة وبدور، فدي بليدت. طبعا اعطانا كل السيارة والبرنامج هذا لهذه المفتاح، للمفتاح هذا بيشتغل ما بين 2011 الى 2014 وبعد ذلك يتغير. يعني قبل 2011 المفتاح فيها ريموت غير ملصق بالمفتاح، وبعدها بيجي مفتاح ثاني وبيختلف شكلا وكليا من هذا. فانا اقول نعم، ومن هنا نذهب الى اللوحة الثانية. هنا ثلاثة او اربع خيارات، انا اختار هذا لانه هذا بيختار اوتوماتيكالي، بيبحث عن السيارة وبيعطيك المعلومة الصح. لك اربع خيارات، تخرج من المكان، معلومات عن السيارة، عايز تقرأ الارقام السرية، لكن هذا مثلا ليس للمفتاح فقط، اذا انت غيرت الكمبيوتر المكنة او في بعض الكمبيوترات بتختلف، يعني هنا عايز تعمل الريموت كذلك برضو له اجراءات معينة. وكل المفاتيح ضاعت، ممكن تستعمل هذا تمسح كل المفاتيح، وهذا كي تضيف مفتاح. فانا ارجع الى اضافة المفتاح. وهذه الشركة اتت بنظام متابع، يعني بنظام تعليمي، بإمكانك أن تضغط على الزر وهو يبدأ وأنت تلاحظ وتتابع. فأنا مثلا الآن لم نبدأ بعد، بيقول not start، فأنا بقوم بضغط على هذا الستارت والمفتاح معايا داخل السيارة هنا، فأقول نعم. بيقول أنه لا يمسح المفتاح القديم، يعني هذا المفتاح بيكون موجود لكن يضيف مفتاح ثاني. فقال ادخل المفتاح في الخزنة وأفتح السويتش. أنا فعلت ذلك، نجاح. قال هذا البرنامج أو سوف يأخذ ما بين، هو بيقول 10 دقائق لكن احتمال يكون أقل، فنقول نعم. لكن غير رأيه وقال عشان ندخل على التأمين سوف يأخذ بين 3 دقائق
إلى 10 دقائق. فالآن 0 دقيقة وننتظر قليل، 1% إلى 2%. لاحظنا أنه الشركات، شركة الفورد يجبرك أنك أن الجهاز يمر ب10 دقائق. أما بعض الأجهزة الأفتر ماركت أو الغير الأصلية مرات بياخد دقيقة أو أقل من دقيقة. بيأخروا موضوع برمجة المفتاح ل10 دقائق لأنه عايزين يبعدوا مواضيع أو موضوع سرقة السيارات. يعني إذا أنت بتفتح السيارة في 5 دقائق في دقيقة وتسرق الإنسان يسرق السيارة بهذه الأجهزة، فبيحاولوا بيضعفوا من فرصة أنك أنت تاخذ السيارة في دقيقة، بيحاولوا بيخلوك تكون جالس في السيارة لمدة 10 دقائق. يمكن واحد ماري على الشارع أو صاحب السيارة يدخل، أو يدخل الخوف والشكك في الرجل الذي يريد أن يقوم بعملية أخذ سيارة الطرف الثاني. طيب هنا 11% من 10 دقائق. أنا بحاول بوقف الفحص ونأتي بعدما يكون انتهينا من 3 دقائق إلى 10 دقائق. Okay, we're coming back here. أتينا إلى هذا المكان أو أتينا راجعين إليكم، والآن النتيجة يقول أنه برمجة المفتاح قد اكتمل. نقول نعم. من قبل لنا مفتاحان أو مفتاحين، والآن لدينا 3 مفتاح والقراءة بنجاح. هل تريد أن تبرمج مفتاح رابع؟ أنا أقول لا. وكل حاجة نجاح 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 نجاح. إذا تريد أن تبدأ من جديد تبدأ، أم ولكن إذا لا تريد ذلك فنحن نقول نخرج. هل تمت برمجة المفتاح؟ سوف نرى. نفتح المفتاح خارج. أوكي، سوف أخبركم بشيء آخر بعد قليل. أضغط على الكلتش، أضع المفتاح، هذا العلامة سوف يختفي ودارت السيارة. الحمد لله دارت السيارة. ما هو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية هذا المفتاح، الريموت لا يشتغل. شوف تسمعون الصوت؟ هذا الريموت يشتغل. انظر انظر هناك، هذا ليس بجيد. لكن نريد ان نبرمج المفتاح. ماذا تفعل؟ تدخل المفتاح في الخزنة وتفتح المفتاح وتقفله لمدة 8 مرات، ويكون في المرة الثامنة في الفتح في فتحة. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8. سميت السايكل، تضغط أي واحد. قبل، نضغط هذا. الحمد لله انت تخرج. تضغط، تسمع؟ سمعنا ونرى كي نصدق. الآن انتهى مشكلتنا ولنا مفتاحان الحمد لله، ما في وجع راس ولا هيدك. نجرب للمرة الأخيرة. دارت سيارتنا. كل الشكر والتقدير للمتابعة والمشاهدة. المرجو المشاركة، ولو عندك أي سؤال واللايك برضو، ولو عندك أي سؤال أسأل إن شاء الله. لو قدرنا نجاوب، ولو ما قدرنا نمشي سوا نفتش عن الإجابة. أخوكم محمد النور هارون إدريس، الولايات المتحدة الأمريكية، بروكلين، نيويورك. السلام عليكم.